طيب خلينا نروح لزميلنا كريم احمد، يمكن هو جاهز معاه المهندس سامح علي مستشار هندسي للنادي الاهلي عشان يكلمنا على افتتاح النهارده طبعا لمجمع الصالات في الاهلي الشيخ زايد. خلينا نروح لكريم ولضيفه ونرجع لحضراتكم بعد اللقاء في السادسه. مرحبا بكل مشاهدينا ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يوم الاكثر من رائع النهارده الحقيقه في النادي الاهلي للشيخ زايد وافتتاح مجمع الصالات، منشاه اكثر من رائعه، مجهود كبير جدا جدا الحقيقه بذل خلال الايام الماضيه، لكن كل الامور دي الحقيقه هنتكلم فيها طبعا مع صاحب الخلق الرفيع وصاحب المجهود الاكبر الحقيقه المهندس سامح كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي اللي برحب بيه طبعا في البدايه. سامح بيه يعني مجهود كبير جدا الحقيقه، وبنوجه كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع الرائع والمميز اللي يليق بالحقيقه بجمهور النادي الاهلي والنادي الاهلي بمجلس اداره النادي الاهلي. تفاصيل كتيره جدا حابين نتكلم عليها، لكن قول لنا الاول شايف النهارده نظره مجلس الاداره ازاي، حضور الاعضاء النهارده، وكلمنا بشكل عام النهارده على هذا الافتتاح الرائع. مرحبا بيكم في اهلي الشيخ زايد. النهارده من امتع الايام اللي عشناها طوال 4 سنين، من اكبر المشاريع اللي تم افتتاحها في الـ3 افرع الفتره اللي فاتت. كل الشكر مجلس اداره، كل بصراحه دعم قوي جدا للمشروعات. المنظر هو بيتكلم بصراحه، حاجه جميله جدا ومبهره. منطقه متكامله كل جوانبها، وهي مجمع صالات متكامل. نبدا بصاله الكاراتيه، صاله الكاراتيه هي اكبر صاله كاراتيه موجوده في الافرع كلها، يعني اكبر من الجزيره، الجزيره 4 بوصات، هنا 6 بوصات، هنا الصاله متكامله بغرف خلع ملابس للمدربين، للفرق الرياضيه، كامله، صاله متكامله جدا، نخش صاله مجمع ملاعب الاسكواش، 8 ملاعب اسكواش كاملين بغرف خلع الملابس، بمرفق ملحق بيها صاله تنس طاوله في الجزء بتاع البدروم تحت. مكان بصراحه اللقطه معبره مؤثره جدا. عشنا قبل كده افتتاحات كتيره، النهارده يوم مميز بجد. كان بعد فتره طويله من زايد كانت لسه الشغل ما كانش فيها كتير، ظروف الكورونا زي ما احنا عارفين الفتره اللي فاتت، ربنا كرم الحمد لله. دي بدايه المرحله الثانيه اللي هي بتشمل 28 فدان ملحق بالصالات، مبنى اجتماعي شغالين فيه دلوقتي، ملحق ملعبين كره قدم. نرجع لمجمع الصالات تاني، صاله الجمباز اللي واقفين على يميننا، صاله مجهزه باجهى احسن الاجهزه على مستوى العالم، معتمده من الاتحاد الدولي كلها، الصاله متكامله بكل خدماتها. المنطقه منطقه متكامله، يعني فيها اماكن لاولياء الامور يقعدوا، جلوس الاعضاء جميل قوي، في منافس خدميه ليهم، في التويلتس. بص مكان بصراحه اكثر من رائع. انا سعيد ان انا حضرت حاجه زي كده في النادي الاهلي على مدار 30 سنه فاتوا، والنادي الاهلي هو عودنا على كده بصراحه، عودنا كل يوم في جديد بصراحه. مجلس اداره يعني مش احنا موجودين في الاهلي، فعلا كل الشكر تقدير ليه انه وفر في ظل الظروف الصعبه جدا اللي مرت بيها البلاد الامكانيات ان نفتح هذا المجمع الجميل دوت. كمان في نقطتين مهمين جدا، النقطة الأولى إن المكان ده بقاله شهر تجريبي شغال، ودي نقطة مهمة جدا للناس فاكرة إن النهاردة أول يوم بالنسبة للافتتاح، والنقطة الأقوى كمان إن يمكن لوحتين شرف متواجدين لمجلس إدارة النادي الأهلي، لأن مجلس إدارة النادي الأهلي بينسب الحق لأصحابه مهما كانوا مهما الظروف. حطينا في أجواء الافتتين الطيبين جدا مجلس إدارة النادي الأهلي يا سامح. أول قرار كابتن محمود الجزارة في السابق المجلس السابق خدوا قرار نفتح الصالات استخدام تجريبي، ده حاجة جميلة جدا، بنجرب ونشوف الدنيا والفرقة تتمرن، لو في مشاكل نعالجها، الحمد لله زي ما انت شايف الأمور ماشية كويس جدا. نيجي موضوع حسين الشرف بقى، ده الأهلي. الأهلي دايما ما بينساش أي حد عمل حاجة. المباني دي والمنشأ ده طلع في عهد المجلس السابق، فلازم الكلام ده يتقال، الكلام ده يتوثق. ما ينفعش بفتح النهاردة يبقى اللي فتح النهاردة هو اللي حط لوحة الشرف. دي كانت تعليمات كابتن محمود واضحة وصريحة، اعمل لوحتين شرف لكل مبنى. لو تفتكر اللقطه دي كانت موجوده فعلا على الصاله المغطاه في اهل الجزيره، لو رحت سنه 92 هتلاقي اربع يفط، كل مجلس كان شارك في الصاله المغطاه اتحط لوحه ليه. هو ده الاهلي، ما بينساش حاجه خالص، الفضل لازم يعود لاصحابه، وده كان اصرار كابتن محمود على كده في لوحه شرف. عشان كده هما لوحتين، الناس مستغربه ليه لوحتين، هما دورتين، دوره في المجلس السابق ودوره المجلس الحالي. هو ده الاهلي. لقطتين او يمكن هذكرك بحاجه، اقول لك كمستشار هندسي وعضو للنادي الاهلي، انت النهارده شايف باللقطتين، شايف النهارده كمستشار هندسي لمجلس الاداره الشغل الكبير، وكعضو النادي الاهلي النهارده شايف ايه وشايف فرحه الاعضاء ازاي من الحدث الرائع والاكثر النهارده يا سامح؟ بص حضرتك الاعضاء حاسين بالمجهود اللي بيبذل بصراحه، لان المستوى اللي باين حاجه مبهره. انا ولادي اتمنى لو كانوا في السن الصغير وكده يجي يلعبوا يعني يلحقوا الكلام ده. نفتكر اهل الجزيره كانت خيمه، فالنهارده بقى عندنا صالات، صالات مكيفه على احدث مستوى بكل كمالياتها بكل خدماتها. لا بص حاجه، الاهلي بصراحه في مكان تاني بجد. منظر الصالات حتى بقى فيه روح اللي احنا ماشيين عليها، اللون الاحمر مع اللون الرصاصي بقى فيه كده ايه تاتش كده للاهلي مميز. اما تعدي اسوار النادي الاهلي على فكره الفتره الجايه في اسوار الشيخ زايد باماكن زار للشيخ زايد، الجزء اللي ورا ان شاء الله تيجي تسجله معانا ان شاء الله، المسجد.
بص كابتن محمود حط خطه انشائيه الفتره الجايه، زايد هو ليه نصيب الاسد من الاعمال الانشائيه الفتره الجايه. بطوله مهمه، الجمهور طماع بناخد بطوله، عايزين البطوله اللي بعدها، عضو النادي الاهلي بنشوف الافتتاح، عايزين افتتاح بعد كده، نطمن الناس ان لسه الشيخ زايد هيكون فيه حاجات هتسعد كل اعضاء النادي الاهلي الفتره اللي جايه. كابتن محمود اجل الزهر اول ما خلص الموضوع صفحه واتقلبت، سامح هنبدا امتى؟ هنفتح امتى؟ ايه اللي جاي؟ بص حضرتك هو ده النادي الاهلي، احنا بنفتح ونسلم، الناس تشتغل تستمتع بالاماكن، ايه اللي جاي؟ هو ده على طول، هو ده الاهلي كده، اتعودنا على كده، انا بقالي 30 سنه في النادي، هو ده اللي شغالين عليه، فتعودنا على السيستم ده خلاص، فمش جديد، يعني ما قلت لك كابتن محمود اخبار المسجد ايه؟ كابتن احنا فاتحين سامح المسجد اخباره ايه؟ هو ده الاهلي. دايما هو حريص على الاعضاء ويقدم خدمه للاعضاء، المجلس الوطني الاهلي مجلس فعلا بيحترم العضو بتاعه بجد، بدليل ان انت احنا معلقين 18 لوحه شرف لحد النهارده في الاربع سنين. دي ما كانتش بتحصل قبل كده، احنا كنا يعني اقصى حاجه اقصى امنيتنا نحلق لوحه في الاربع سنين. انا كان من سعداء الحظ ان انا حضرت الكلام ده في الاربع سنين دوت، وربنا كرمنا وكرم المجلس وكرمني على المستوى الشخصي ان انا اشوف الحدث ده. اخيرا سامح بيه، يعني رساله من حضرتك لكل واحد شارك وساهم ونجح المشروع الرائع ده اللي فعلا الحقيقه يليق باسم النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي واعضاء النادي الاهلي. بص حضرتك اللي قدامنا دوت ده مش فرد، دي مجموعه متكامله من اصغر واحد لاكبر واحد. بوجه شكر لكل الناس اللي ساهمت في المشروع دوت، من العامل للمهندس لمدير المشروع لمجلس الاداره، هي مجموعه متكامله في نتيجه في الاخر، والحمد لله انا شايف النتيجه مرضيه جدا جدا لينا ولاعضاء النادي الاهلي، وان شاء الله اللي جاي احنا هنتقابل كمان شهر ان شاء الله باذن الله في مكان تاني، شهر بتاعي ان شاء الله، وتنورونا افتتاح جديد ان شاء الله. نورتونا نورتونا، شكرا ليك يا فندم. كل الشكر والتقدير الحقيقه للمهندس سامح كامل طبعا المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي الاهلي على المجهود الرائع الحقيقه اللي بذل خلال الايام الماضيه، تكاتف كبير جدا، روح الفانيلا الحمراء دي متواجده في مجلس الاداره وفي كل من واحد يعمل في مشروع سواء في نادي الاهلي الجزيره، الشيخ زايد، كمان مدينه نصر، ولسه كمان التجمع الخامس، يا رب ان شاء الله تستمر الانتصارات زي ما بنقول لفريق الكره، ويستمر كمان الطفره الانشائيه الرائعه والمميزه جدا لمجلس اداره النادي الاهلي، مجلس اداره الحقيقه بروح الفانيلا الحمراء، مجلس اداره هدفه واحد هو اسعاد الجمهور واسعاد كل عضو جمعيه عموميه داخل النادي الاهلي، مجهود اكثر من رائع الحقيقه، يعني ابخت بقى اعضاء النادي الاهلي النهارده طبعا بالحدث الرائع والمنشاه الرائعه جدا دي، والقادم ان شاء الله يكون افضل لكل النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي.